السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: التصعيد بين بغداد وأربيل يؤكد هشاشة الحكومة وقوة الميليشيات. سيكون ضيفنا في هذه الحلقة عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري، ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء الرأي بشأن التصعيد الأخير اللي تم ضد قاعدة أو مقر تابع لقوات البيشمركة في محافظة أربيل من قبل ميليشيات الحشد. طبعا شهد هذا الأسبوع تصعيد خطير من قبل ميليشيات الحشد تجاه أربيل، حيث استهدفت هذه الميليشيات مقرا تابعا لقوات البيشمركة بالمحافظة الشمالية بطائرتين مسيرتين مفخختين، الأمر اللي أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون إصابات بشرية. هذا الاستهداف اللي طال أربيل ليس بجديد، إذ شهدت السنوات السابقة هجمات استهدفت نقاط مختلفة بالمحافظات الشمالية. التصعيد الأخير قاد حكومة أربيل إلى إصدار بيان على لسان المتحدث باسمها بيشوا هورماني، اتهم به حكومة بغداد بالمسؤولية عن الهجوم اللي تعرض له مقر البيشمركة. في نفس الوقت خرجت رئاسة كردستان العراق ببيان آخر رآه كثيرون أنه بيان دبلوماسي ولا يرتقي لحجم الهجمات، إذ وردت فيه عبارات مثل ندعو للتحقيق والتعاون المشترك وغيرها من هذه الكلمات. بالجهة المقابلة كان بيان حكومة الإطار التنسيقي اللي وصف الهجمات بالإجرامية كعادته أيضا تضمن الدعوة إلى إجراء تحقيق، رغم أنه الفاعل واضح ومعروف. وبعد يومين من هجوم أربيل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أنه أحبط هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة مفخخة كان موجها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية للتحالف الدولي في مطار أربيل. طبعا هذا الهجوم الجديد أكد أنه لا يوجد أي اكتراث من قبل ميليشيات الحشد لحكومة بغداد اللي المفروض هي تابعة للحكومة وتأتمر بأمر محمد الشياع السوداني. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف هذا التقرير اللي يشرح اللي جرى خلال الأيام الماضية من تصعيد من قبل ميليشيات الحشد تجاه كردستان العراق، ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم وحضراتكم. حكومة تشكلها الميليشيات لا يمكنها أن تحقق استقرارا أو تؤسس توافقات سياسية مأمونة مع أي طرف آخر. هذه النتيجة أدركها الداعمون لحكومة السوداني والذين اعتمدوا عليها لتحقيق مصالحهم، وعند أول اختبار أفسدت ميليشيات الحشد هذه التوافقات الهشة. صراع بدأ بالتصاعد بين حكومة أربيل وحكومة السوداني عقب الهجمات التي شنتها الميليشيات على مواقع أمنية في أربيل، فسارعت حكومة كردستان العراق على الفور بمهاجمة حكومة الإطار التنسيقي والتصريح بأنها تعطي غطاء لمن سمتها جماعات خارجة عن القانون لتنفيذ هجمات تزعزع استقرار كردستان العراق بتخطيط إيراني، بحسب تصريح المتحدث باسم حكومة أربيل. المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود كريم أعلنها صراحة أن الذين يستهدفون الاستقرار في كردستان العراق هم الذين يثيرون النعرات الطائفية والعنصرية في العراق، في تصريح يدل على تصاعد لهجة الصراع بين بغداد وأربيل. حكومة السودان في المقابل انتقدت تحميلها مسؤولية الهجوم على قواعد أمنية في أربيل، معتبرة هذه التصريحات تدخل ضمن الأجندة السياسية، كما وعدت بفتح تحقيق بهذه الهجمات وبيان المسؤولين عنها. مراقبون تساءلوا على سبيل السخرية، من هم المحققون الذين سيتولون المهمة؟ هل هم من ميليشيا حزب الله والنجباء والعصائب؟ ومن سيكون رئيس لجنة التحقيق؟ هل هو هادي العامري أم فالح الفياض؟ ميليشيات الحشد وضعت حكومة السودان في موقف محرج، ليس على مستوى الداخل فقط بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي، كما أن سلوكها النابعة من تنفيذ الأجندات الإيرانية ينسف المنجزات الهشة التي حاول السوداني أن يتكئ عليها لتحسين صورته محليا ودوليا.
مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام حياك الله. أهلا وسهلا بكم. بداية، بعد الهجوم اللي شهدته أربيل قبل 4 أيام واللي تبنته ما يسمى بالمقاومة الإسلامية بالعراق، ما الذي تريده هذه الميليشيات من أربيل، ولماذا البيشمركة الآن؟ يعني أولا تحية لكم، تحية واحترامي للأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة من الأسف الشديد أصبح تقريبا شيء روتيني منذ سنوات، يعني مو منذ أشهر أو أسابيع، ناس مثل نطلع ونتأسف وندعو إلى إنهاء و هذه أصبحت حالة تعودنا عليها، سواء كان قصف إيراني أو قصف تركي أو صواريخ من قبل الجهات، مع الأسف الشديد هي مدرجة رسميا على قائمة القوى المنضوية تحت قيادة قائد العام القوات المسلحة، ولكنها تسمي نفسها بأسماء عجيبة مثل المقاومة ومثل ولية، ولا تخفي ولاءها حتى لخارج الحدود أيضا. هذه الأمور تكرارها، أنا كإعلامي سابق أعرف الشيء لما يتكرر يفقد قيمته، لما عند المتلقي قصف أربيل مع الأسف شيء، لكن مأساة هنا أن هذا الخطر الذي يقف وراءها. إذا بحثنا عن سبب، هناك سبب عام بتصوري. أولا، في إقليم كردستان منذ 1992، وهذا الذي جعل العالم الحر والديمقراطي في الحقيقة ينجذب للإقليم، نحن حاولنا أن نظهر الصورة الذي يمكن أن يكون عليه العراق: تسامح، تفاهم للآخر، تقبل للمختلف، تعددية، حزبية، تعايش، حل المسائل الديمقراطية. صحيح لنا مشاكلنا، لنا فسادنا، لنا أي شيء كأي مجتمع شرق أوسطي، ولكن مقارنة بالعراق أو الدول المحيطة، هذا الذي كان يسمى في التسعينات أذر عراق، العراق الآخر، هذا لا يرضي الكثير، هذا شاذ بالنسبة للثقافة السائدة في الشرق الأوسط. يأتي السبب الثاني، هو الدول الإقليمية وصراعاتها والصراعات لنقول الحروب البديلة التي تخاض على، مع الأسف، الساحة العراقية والساحة الشرق الأوسط، نحن ضحية هذه الأوضاع أيضا. ثالثا، وهو المهم بالنسبة لنا، هو أنه بعد 2003 تم صياغة عراق جديد، نحن نسميه الدستور العراقي الجديد، عرف العراق وبناه على أساس فيدرالية وعلى أساس حكومة، تقريبا حكومات محلية. هذا لا يستوعب الكثيرون، لا يريدون أن يفهموا سياسة يعني التسيد والتفرد وإخضاع الآخرين، لا زالت متعششة في عقول الكثيرين. هذا التطور والعمران الذي قمنا به رغم كل المصاعب يولد حسد لدى الآخرين. ثم تأتي مسألة غزة، المتباكون على الفلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، تراهم في مثل هذه المناسبات بدل أن يساعدوا الشعب الفلسطيني يقوموا بعمليات مثل هذه لكي يظهروا داخليا وكأنهم عملوا شيء. يعني حتى ننتهي من مسألة فلسطين وإسرائيل، لاحظ المتباكون على فلسطين لم يجرؤ أحد منهم أن حتى يصدر بيان قوي، حتى لم يرسلوا حبة أو نقطة دواء أو ماء لفلسطين، بينما السعودية التي يتهمونها بأنها ينتظرون إذن دكتور. ينتظرون إذن، هم صرحوا أكثر من واحد لما تناقشه يقول لك ننتظر إذن حتى يفتحوا لنا الطريق. إذن من من إذن من إيران؟ ظاهر إذن من إيران، ولا إذن من من اللي يريد يقاتل؟ إذن هم من الذي أذن لهم بأن يخصفوا أربيل؟ آخر نقطة إلي إذا تسمح لي، شكرا لصبركم. لحد الآن كنا أحيانا نحاول أن نربط ما يجري بهذا التحليل العام اللي أنا أشرت إليه، هذه قواعد أمريكية، وجود أمريكي، هذه حجة وكذا. لكن هذه المرة تم قصبة بيرمام صلاح الدين، الواقعة تقريبا 25 كيلومتر شرق شمال أربيل، ليس فيها قواعد أمريكية، ليس فيها تجمع كبير.
هناك مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، مسكن العديد من كوادر الحزب ومقر الرئيس مسعود بارزاني. هذه إشارة لا يمكن لنا أن نتساءل. أريد أستفيض ويا حضرتك بالنقاش بهاي النقطة، لكن بالبداية الآن وكما هو معروف طبعا البيشمركة هي قوات تابعة للحكومة الاتحادية، بالنهاية هي جزء من الحكومة الاتحادية وفق المتفق عليه. طبعا الطرف المهاجم هو أيضا طرف تابع للحكومة الاتحادية ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، والسؤال هو هل حكومة السوداني نقدر نحطها بموقف المحرض على هذه الهجمات لو بموقف الضعيف الفاقد للسيطرة؟ لا يعني أنا بصراحة أقول لك بصراحة أعتقد موقفي معروف من الحكومة السوداني، شخص السوداني أنا لا ألومه لا أتهمه، حتى هذه القراءة اللي أنا أعتبرها خاطئة لكلام المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم والحكومة. نحن لا نتهم الرئيس أو 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 هيئة الوزراء، نتهم الحكومة، يعني معناها نتهم الجهة المسؤولة عن أمن العراق. الحكومة العراقية ليست السوداني، الحكومة العراقية هي نوري المالكي، الفياض، العامري. الحكومة العراقية هي كما لا يخفون هم أيضا هي الإطار الشيعي. شوف يعني إحنا ندرس طلابنا بالجامعة نقول في النظام الديمقراطي عندما يشارك أكثر من 3 حزب في تشكيل حكومة تكون هذه الحكومة ضعيفة. أضعف من هذه الحكومة عندما لا يكون رئيس الحكومة رئيس أكبر كتلة برلمانية داخل البرلمان. يحدث أحيانا للضرورة كما حدث مرات في ألمانيا في النمسا في إيطاليا شفنا أنه الحزب الكبير لا يمكن أن يحقق أكثرية إلا إذا فرض عليه حزب أصغر منه أن يستلم هو منصب رئيس الوزراء رغم أنه ليس الحزب الأول. ما يحدث أنه السيد السوداني يمكن عنده نائب أو نائبين في البرلمان. إذن أساساً حتى عدم وجود مثل هذه الجهات اللي مع الأسف الشديد منفلتة سلاحياً، حتى عدم وجودها الحكومة الحالية العراقية كحل حكومة الكاظمي وحتى عادل عبد المهدي حكومة ضعيفة ستكون. الحكم الفعلي سيكون بيد الأحزاب الكبيرة التي لم تتفق على مرشح، لذلك أتت بمثل هؤلاء الناس مع احترامي الشديد لإمكانيات السوداني. يأتي إضافة إلى ذلك الدستور العراقي، قانون الأحزاب العراقية، قانون الانتخابات يمنع دخول كتلة أو قائمة انتخابية تمتلك عناصر مسلحة. الموجودون في الحكومة وتقريبا كلهم عندهم ميليشيات. بالضبط ميليشيات، يعني إذا وحتى الميليشيات لنقول هي الحشد الشعبي جاء كضرورة لنقول، ولو أنا بشخصي يعني أقول انتهى دورها. بالضبط بالضبط، ألم تنتهي هذه الضرورة؟ ألم تنتهي الحاجة؟ واضح أنه محاربة داعش تحولت إلى فرصة لإعادة تجربة الحرس الثوري في إيران. الحرس الثوري بدأ لكي يقاوم بقايا النظام، لكي يحارب في الجبهة، لأنه كانوا يتهمون الجيش بأنه تابع للشاه. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية الحرس الثوري ابتلع المؤسسات الأمنية، ابتلع الدولة، ابتلع اقتصادها، وأصبح هو الدولة. إش قد يشبه المشهد العراقي الآن المشهد الإيراني السابق؟ بالضبط. لاحظ نينوى مثلا، يعني لاحظ في نينوى ليست هناك تجمعات شيعية، هناك بعض التركمان الشيعة في تلعفر ربما، ولكن الآن تقريبا المقاولات، المشاريع، يعني المسائل الحساسة كلها بيدهم. لاحظ ما يجري في الوسط وفي الجنوب من مراكز بحوث إلى جامعات إلى شركات إلى إلى إلى, إلى. لذلك هذا أيضا كان واضح بالنسبة لنا، ولكن أن تكون هذه الجهات، يعني سابقا كان الحل هو أن العمل على إذابتهم ولنقول شكرا لهذا المقاتلين قبولهم في أجهزة الدولة كأفراد. لكن الحل كان فرض على الحكومة الضعيفة السابقة هو أن يبقى كهيكل حشد شعبي والتنظيمات تنظيمات الحزبية ميليشيات حزبية حقيقة تسلم رواتب ودعم. تعرف أنت مرات الدعم اللي تستلمه يساوي 10 أضعاف. أنت أشرت إلى موقف انتباش مرقة، الدعم اللي يستلمه الحشد
في حسب قانون الموازنة العراقية أكثر من 10 مرات بالدعم اللي مفترض يرسل إلى البشمركة مع أنه لا يرسل. طيب هذه الجزئية ذكرها دكتور المتحدث باسم حكومة الإقليم. سأعود إلى حضرتك بعد لحظات إذا تسمح لي حتى نتناقش بهذه الجزئية. خلونا مشاهدينا الكرام نسمع رأي السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم محمد الشياع السوداني بما يسمى رئيس الوزراء الأخ هنا ما أعرف جاي يتكلم كأنما قاعد بسويسرا هو الأخ المحترم ما أعرف يعني ولا كأنما أبو علي ادلو بدلوك أخي يعني الضيف إلى رأيه وإلى وجهة نظره على رأسي لا لا يعني ما أدري ما أعرف ما جيت مع العراق ما جيت هو هذا حزب دعوة هو هذا محمد الشياع السوداني حزب دعوة وجايب على طريق الميليشيات والعصابات اليوم طيب. اليوم يدين القوات التحالف بقصف الميليشيات وقصف حركة الجبناء زين مرة من يقصفون أربيل ها تقولون هذا عمل إرهاب زين لا ما وصفه لا بس دقيقة حكومة بغداد وصفت الهجمات على أربيل بالعمل الإجرامي لم تصفه بالإرهابي وإرهابي زين مرة تقولون مرة من قوات التحالف تقصفهم تقولون لا دولة تابعين للدولة ودولة داخلين ضمن الحشد زين هم إجراميين لو إرهابيين لو تابعين للدولة ما دي أفهم ها سيروا لكم على طريق يا أخي لأن أنتوا شلون تخلون إرهابيين وياكم بالدولة يا محمد الشياع السوداني هو هذا ميليشاوي وإجا على طريق الميليشيات والعصابات نعم طيب شكرا أبو علي وصلت الفكرة نشكر حضرتك دكتور عبد السلام الأخ أبو علي يعتب على الدبلوماسية اللي حضرتك تتبعها بالوصف يقول بأنه ليش إحنا نحاول أن يعني نوصل صورة لطيفة عن هاي الحكومة في بغداد وجهة نظر أبو علي بأنه هذه الحكومة مثل ما تفضلت كان الحزب الأصغر وفجأة استلم زمام الأمور الإطار التنسيقي هو الذي جاء بمحمد الشياع السوداني محمد الشياع السوداني لا يستطيع أن يخرج خارج سيطرة وصلاحياته محصورة ضمن صلاحيات ورغبات أحزاب الإطار التنسيقي تفضل يعني تعرف أنا اللي يعرفوني يعرفون أنا كنت في من الابتدائية من انطلب من تفوقين باللغة العربية نعم. كنت أتصور لما أتكلم الناس يفهموني ما أدري سأل أبو علي وكنت كان تلفزيونكم شيء آخر ما سمعت كلامي ظاهر أنا ما قلت شيء خليك تستفزني وتتهجم علي سألتني إذا كان داني بأستراليا حبيبي أنا بأربيل أنا على بعد 20 كيلومتر من المكان اللي قصفوه وجنابك قاعد بلندن أنا أستغرب أنا وتتوقع أنت أكثر تعرف عن العراق مني أنا قضيت 50 عمري في العمل السياسي هو عذرا دكتور هي ليست شخصا بقدر ما هي لا لا أنا لازم أقولها اسمح لي سيد محمد تفضل يعني أنا أخاف أخت أو أخ آخر يبدأ كذلك ما أريد أمدح نفسي هذول اللي يحكمون بالعراق أكثريتهم إحنا من الثمانينات والسبعينات وياهم عايشين لما كانوا لاجئين في مقاهي دمشق ولندن وغيرها لذلك أرجوكم لا تسوون المسألة شخصية أنا عندي رأيي أنا عندي أسلوب في وصف الأمور اللي طبعاً. أنا اللي قلت أخ أبو علي أنا قلت بأسلوبي أنا صحيح لا بديت أشك دكتور إذا تسمح لي دقيقة واحدة هم يعني أنت تعرف حضرتك الوضع الضغط على المجتمع العراقي والنفسية التعبانة للمجتمع بسبب الظروف الحالية اللي يشهدوها سواء كانوا بالداخل أو بالخارج احيانا يعني الدبلوماسيه والكلام المرن شويه ربما تجاه من يحكم يعني يستفزهم الى حد ما يقول لك ليش ما نوصف الامور ونضعها في نصابها الصحيح هذا القصد انا ما ادري انا اسمح لي خليك الكلام استاذ ابو علي انا قلت هاي حكومه ضعيفه انا قلت حكومه فاشله لانه الرئيس مالها مو ما عنده كتله كبيره أنا قلت أكو قوى متمردة تعلن ولاءها لدول أخرى ومع الأسف الشديد هي تأخذ فلوس من الحكومة أنا قلت هذه ميليشيات هذه أحزاب عندها ميليشيات ما يجوز لها أن تكون أنا قلت هاي مو حكومة السوداني ولا حكومة هاي هذه حكومة جماعة الإطار ما أدري إيش أقول أكثر من هذا شنو اللطف كلامك كان واضح أنا ما متعلم أخي أنا ما متعلم مثل بقية إخواني مع احترامي لهم أفشر أتهم أتهجم أصرخ هذا مو أسلوبي طيب دكتور هذا مو ذنبي هذا دكتور أنا متعلم أسلوب آخر في الحوار
بارك الله بك. طبعا أنا مثل ما حضرتك أيضا شاهدت وسمعت، كل من إلى رأيه وإلى وجهة نظره وإلى الأسلوب اللي يعبر به عن ما يعتقد ويؤمن به. بس خلينا نرجع إلى الجزئية المتعلقة بالهجوم اللي صار على أربيل. المتحدث باسم الحكومة، باسم حكومة كردستان، بيشوا هورماني، ذكر بأنه طبعا هو مبدئيا هو حمل حكومة بغداد المسؤولية، ووصف الهجوم بالإرهابي اللي تم تنفيذه من قوة خارجة عن القانون، تمام. وأيضا تحدث عن الجزئية المتعلقة بمستحقات أربيل، الرواتب والفلوس المقطوعة من قبل حكومة بغداد. الرد كان من حكومة بغداد أنه هذا الكلام، هذه اتهامات غير مسؤولة، هذا الكلام غير صحيح، احنا ما قطعنا عنكم الأموال والدعم ومن هذه الأمور. هل كان تسرع من المتحدث باسم حكومة كردستان بهذا التصريح؟ يعني أولا يطالبون من عندنا احنا نفهم مشاعر الآخرين. ليش الناس ما تفهم مشاعرنا أيضا؟ يعني في لحظة يتم مثل هذا العمل الإجرامي وهذه الإشارة الواضحة جدا، أقدر أضربك في بيتك، يطلع كلام ممكن أن يكون متسرع إلى آخره. ليش ما تتفهمه؟ ليش يطالبوا من عندنا إحنا نفهم الآخرين أولا؟ الشيء الثاني، يعني أنت لاحظ أخي، الشاب متحدث باسم الحكومة، ربما تحت تأثير الحدث، طلب منه أن يتكلم. أعطي أنا 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 مشتغل أي شغل، أعرف شلون العملية. يعطى لك خط عام، روح تحدث للجمهور لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق، تتكلم 200 كلمة من هذا الإطار. في هذا الوضع النفسي طلع مجموعة كلام، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء لا يجوز له. المتحدث باسم رئيس الوزراء لا يجوز له أن يتكلم بهذا الأسلوب الواطئ اللي كان ببيان مجلس الوزراء العراقي. لاحظ بيان رئاسة الجمهورية، رئاسة الإقليم، لاحظ بيان رئيس حكومة الإقليم كردستان، الدبلوماسية والسياسة والمفروض بجهة رسمية أن تقوله هي اللغة اللي استخدمت. نحن ركزنا على ما قاله بيشوا هورامي. لا، ما هو هي الفكرة دكتور. لبيان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مو أنت مثل ما تفضلت حضرتك، هكذا مواقف تحتاج إلى دراسة البيان قبل الخروج، يعني ربما كانت حركة متسرعة إلى حد ما. إيه، ولكن بيان مجلس رئيس الوزراء وبيان رئيس الإقليم ظهر بعد كلام بيشوا. يجب أن نحاسب حكومة إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان على ما صدر في بيانهم الرسمي وننسى في الشواه. طيب، لكن في كل الأمور دائما، وهذه هي أعتقد بيان المتحدث الرسمي أعتقد أو الإعلامي لمجلس رئيس الوزراء. أنا متأكد حتى رئيس الوزراء ممكن ما له تأثير على مثل البيانات، نعرف العملية. هذا يعكس أنا ما أشرت إلا أنا في مقدمتي إلى بواعث العملية، يعني العلاقة المتشنجة، عدم الإيمان بالديمقراطية، عدم الاستعداد لتحمل مسؤولياته كدولة، فقط مجرد إرسال اتهامات وإظهار النفس أمام الآخرين بأننا أبطال وأقوياء، كما يحدث عندما تهاجم تركيا أيضا. هذا انعكاس لهذه العقلية، هذه فرصة لمعاقبة الولد العاص الإقليم. ولكن الناس يحملون سلاحك، يأخذون فلوسك، يعلنون صراحة بأنهم سيهاجمون ويتكلمون وكأنهم دولة، يهددون دول، يهددون هؤلاء، تسكت عنهم. ولكن شاب مثل بيشا وهورامي، طيب، ربما تكلم بلغة أنت ما تقبلها، أصبح هو المحور، هذا هو محور الموضوع. طيب دكتور، هنا نوصل إلى نقطة، وهي دعوات التحقيق أو إجراء تعاون مشترك كما خرج عن بيان رئاسة كردستان، وفيما يتعلق بالجانب الحكومي في بغداد الذين قالوا بأنهم سيقومون بإجراء تحقيقات. التقرير اللي عرضناه في بداية الحلقة حضرتك سمعته، طرح سؤال مهم جدا، من الذي سيتولى التحقيق في هكذا قضايا، وما هي نتائج التحقيقات السابقة أصلا في زمن هذه الحكومات؟ شوف، أنا أشكرك كل شيء جيد. أنا لما سمعت التقرير كنت أنتظر فرصة حتى فعلا تحدث عنها. تفضل. والربط، يعني أنت ذكي، عافية عليك، ربط حلو. هذا يعني هذا الاختلاف الكبير
الحكومة تعلن إلى تشكيل لجنة، واللجنة كما قال تقريركم ما هو مستبعد تضم دول الناس. نعم. الإقليم، رئاسة الإقليم قالت لجنة مشتركة تعاون، تعرف؟ نعم. هذا ناتج عن خبرتنا الطويلة، وهذا هو الجواب على سؤالك. نعم. إحنا شهدنا كثير من المرات وعود ولجان، لجنة سقوط أربيل. نعم. تقريرها نشر. سقوط الموصل العفو. نعم. 2014 داعش. تقرير وصل، تقرير نشر وتم تشخيص الناس المسؤولين. ماذا حدث بعده؟ لا شيء. لا شيء. اللجان التحقيقية في مسائل الفساد حتى يتم القبض على الجاني الرئيسي الفاسد الرئيسي. نعم. بدلا من وضع شروط لاستلام الفرد يتم اطلاق سراحه بكفاله. لذلك حكومه الاقليم باسلوبها، يعني السيد نجيرفان بارزاني معروف، ليس كلامي يعني، رجل دوله يتحدث بلغه الدوله، وانتم حتى اشركم ايضا الى دبلوماسيته، ويقولها بصراحه: لا اصدقكم اذا شكلتوا لجان، لست قادرين على ان تقوموا باي عمل ضد الفاعلين، انتم تعرفون مسبقا من الفاعل. لذلك نطالب بان يكون التحقيق لجنه مشتركه، يكون الاقليم ايضا جزء فيها، عندها لا يمكن اخفاء الموضوع. يعني الاقليم لما اذا كان جزء بها، الاقليم الممثل الاقليمي سوف يعلن للاخرين لان العلن مسؤولين، لكن لجنه خاصه بهم ومنهم بالتاكيد لا. انا اعتقد هذا هو المغزى والمطلب الرئيسي من خلال طيب. اشاره البيان الرئيسي. اريد اوصل الى سؤال لحضرتك يطرح من طرف ثالث ربما يراقب الوضع، وهو أنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الآن في شمال العراق، دعوات للحصول على مرتبات، وهناك أيضا احتجاجات تظهر بين حين وآخر، هل تعتقد بأن حكومة كردستان ستستخدم هذه الورقة، ورقة التحقيق المشترك، من أجل الوصول إلى نقطة تفاوض معها بينها وبين بغداد للحصول على استحقاقاتها، على فد يعني امتيازات معينة أو شيء من هذا القبيل؟ لا أعتقد، لا أبدا. أولا لمعلومات الأخوة والأخوات، التفاوض الذي يجري في الحقيقة هو زائد، هو في الوقت الضائع. أنت تتفاوض على مسائل لم تتفق عليها. الدكتور، أنا ممكن أزعج الآخرين، ولكن هذا أسلوبي، أنا أستاذ جامعي، مضطر أن الموضوع حقه إذا تسمحوا لي، عندنا وقت. تفضل. العلاقة المالية بين الإقليم والاتحاد والحكومة الاتحادية اللي دائما يشار إليها ويتهم الإقليم بمجموعة الإقلام، موضوعة في الدستور وفي بيان في قانون. في الدستور المادة 121 ثالثا تخصص نسبة عادلة من الواردات المستحصلة اتحاديا للمحافظات غير منضوية بالأقاليم والأقاليم حسب نسبة سكانها احتياجاتها ووارداتها. هذا واجب للحكومة الاتحادية أمام المكونات الإدارية سواء كان الإقليم أو المحافظات. طيب. يجب بدون أي شرط مسبق أن يخصص مبلغ يساوي رسميا معدل، يعني نسبة سكان الإقليم إلى العراق رسميا هو 12.76 مع أنه هو 14%. هذا المبلغ يجب أن تدفعه بغداد كما تدفع لكل المحافظات الأخرى. الشيء الثاني إجى موضوع النفط. كان خلاف انه ما ننصر على انه النفط يصدر، بعدين اذا تلاحظ خلال الاربع سنوات الماضيه يتم وضع قانون الموازنه. يقال صرف هذا المبلغ مشروط بتسليم الاقليم لواردات 250 الف برميل يوميا. تعرف هذا شنو بلغه القانون؟ يعني الحكومه الاتحاديه تعترف بحق الاقليم في اداره ملف النفط وبيعه واستلام وارداته، ولكن تسليم الى الحكومه. هذا هذا نص في قانون الموازنه منذ اربع سنوات ست سنوات، هذا لا يتم تنفيذه. يعني اذا احنا اتفقنا في وتصوتنا على قانون الموازنه بان يتم صرف هذا المبلغ، ووضعت شروط تعجيزيه، تصفيه الحسابات للسنوات الماضيه، تدقيق في حساباتنا، مع انه ليس من حق الجهات الاتحاديه ان تفعل ذلك لان في الاقليم اكو جهاتها، مع ذلك قبلنا بها كل طيب. شيء مع ذلك لم يتم. ثم قبل إقرار قانون الموازنة زار السيد مسرور بارزاني رئيس وزراء الإقليم بغداد، وبعد تفاصيل طويلة المفاوضات تم التوقيع على اتفاقية بعد صدور قرار باريس بإيقاف تصدير النفط في كردستان. طيب. هذه الاتفاقية تضمنت مجموعة من الأمور تم
تبنيها في قانون الموازنة. إذا نحن متفقين، وقانون آخر موجود في العراق، قانون الإدارة المالية في المادة 27 خامسا يقول إذا تأخر إقليم أو محافظة منتجة للنفط عن تسليم واردات الاتحادية يتم خصم هذا الضرر من حقها بمبدأ المقاصة، يعني لا يتم حجب إرسال الحصة قانونيا ودستوريا. يجب أن ترسل الحصة لأن هذول الناس مواطنينك، 5 ملايين 6 ملايين مواطنينك، ثم تطالب أنت بمبلغ معين تقطع من يعني المقاصة في المالية. مبدأ يعمل به في كل العالم، تمام. اثنين، واحد يطلب الآخر، طرح الجمع اللي مطلوب أكثر يدفع الفرق. يعني إحنا كل مرة كل شهر الآن الموضوع يوم السبت الأحد المقبل راح يبدأ وفد كردي يروح البغداد ويصير خبر ينشر الصفحة الأولى في الجرائد وفي وفد إقليمي لتوصيل الاتفاق. طيب، في الحقيقة هو وفد يروح يذكر العراقيين بالاتفاق ويتساءل عن السبب أو الحجة الجديدة التي أتوا بها لكي أريد أرجع لحضرتك بعد لحظات إذا تسمح لي دكتور. آسف وأشكرك لإفساح المجال، لأن هاي النقطة كان لازم تكون واضحة للآخرين. ماكو مشكلة دكتور، بالعكس هذا الكلام اللي حضرتك تفضلت به أيضا يطرح تساؤلات بعد شوية أطرحها على جنابك، لكن خلونا مشاهدينا نسمع رأي السيد أحمد من ألمانيا، تفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. أنا ما أعرف شنو الموضوع مع الحق مالكم، بس تعقيبا على ما قال الأخ اللي سبقني بالحديث، بس أحب أسأل يعني من يذكر الإقليم بالسرقات التي حدثت على طوال هذه 15-20 سنة الماضية؟ أي سرقات؟ السرقات التي معذرة لا 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 ماشي 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 بس أفهم حنطيك مجال، بس عن أي سرقات تتحدث؟ ما نوع السرقات؟ السرقات التي حدثت من ثروات الطبيعية اللي موجودة في إقليم شمال العراق والتي صدرت إلى تركيا وبيعت إلى إسرائيل بدون موافقة الحكومة العراقية وبدون علمها بمقدار ما ينتج من النفط والغاز. هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ من أين جاء مسرور البرزاني له مليارات الدولارات في لندن؟ من أين طيب هو أنا بس أريد أكو نقطة. نعم هسه السؤال هذا وضح، بس عندي سؤال حتى بس أستفيد من وجودك للإجابة على المحور الرئيسي لحلقتنا. الهجمات اللي صارت على أربيل اللي تمت وتنفذت عن طريق ميليشيات الحشد اللي يسمون نفسهم المقاومة الإسلامية لإخفاء الطرف الحقيقي اللي قام بالهجوم. السؤال هو هذا الموضوع يثبت ويؤكد بأن الحكومة السوداني عاجزة عن السيطرة على هذه الميليشيات، لو برأيك أنت متواطئة فيما حدث من هجمات ضد أربيل؟ أخي الكريم، لا تقل حكومة السودان. السودان عبارة عن عجوز كبيرة من عجائزنا مخلي جدار بحلقة وقاعد بباب قنب الدجاجات. الله وكيلك محمد كفيلك. السوداني لا ما يحل ويربط حقيقة. لا توجد لديه أي صلاحية لإدارة شؤون البلد. هناك حكومة عميقة تدير شؤون البلد بقوة السلاح. السوداني وجوده كعدمه، هذا طيب. الواقع الموجود. وأما أنه لماذا يستهدفون أربيل، هذه وسيلة ضغط. والأخ الدكتور السابق يقول أن حكومة الإقليم لا تستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية لاستحصال مستحقاتها. لا أخي، السياسة ما بها هذه الأمور. السياسة بها أنه كل طرف يحاول أن يستغل أوراق القوية في ابتزاز الطرف الآخر، والأكراد لهم حق إذا عندهم ورقة قوية أن يبتزون الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية أيضا تبتز الإقليم بتوجيه ضربات إلى مراكز حساسة في الإقليم. طيب. الحقيقة الحكومة العراقية تحاول تقوية جناح جلال الطلبان، جناح السليمانية على جناح أربيل. نعم. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا. دكتور عبد السلام، يبدو أنه كلام حضرتك بشأن القضية الكردية يعني تثير حفيظة البعض، تجعلهم يطرحون أسئلة قد تكون تعتبرها أنت هجومية صدامية، لكن هذه كما قلنا وتفضلت حضرتك أيضا هي وجهات نظر. ما ردك على سيد أحمد؟ شوف أقول لك، أنا تربيت ببغداد، أنا عمري كله ببغداد، كانت إلى من زمة النظام العراقي، لذلك أنا أتفهم، أنا أعرف الطبيعة أيضا وتقبلها أيضا. أولا السرقة وما أعرف شنو، أنا ما أستعمل شي كلمات. سيد أحمد، أرجوك تتحدث ويا شخص عنده يعني مو غريب، يعني هذا شغلي من سنوات.
ماكو في الدستور مادة واحدة تمنع الإقليم من أن يصدر النفط. مسألة إدارة النفط موجودة في المادة 112 في الدستور حول آبار النفط الموجودة. آبار المستقبلية ماكو حديث عنها. المادة 115 تقول كل ما لم يرد في الدستور من صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية يكون من صلاحيات الإقليم. حبيبي هذا هو الأساس الذي قامت على أساسه حكومة إقليم كردستان بمفاوضات مع شركات عالمية ذات اعتبار كبير. إذا إحنا كنا بواقين هذول ما يقدرون يبقون. هاي الشركات الكبيرة تحت رقابة حكوماتهم وقوانينهم. هم لما عقدوا اتفاقات معنا تفهموا موقفنا ورؤيتنا قراءتنا للدستور. أنا عندهم خبراء قانونيين. هاي كلمة سرقة وغيرها أنا ما أعلق عليها أصلاً. شيء ثاني ما يخالف مع ذلك سؤالك. من 2014 بالضبط شباط 2014 لحد الآن الحكومة العراقية تمتنع عن إرسال حصص الإقليم كما هو حق من حقوق أبناء الشعب العراقي. إذا إحنا مو عراقيين قولوا لنا تسدون الطريق علينا ندير دولة. لما نبقى بالعراق ما تقبلونا كمواطنين عندما يتم تجويعنا يهلهلون عندما نقصف نتهم ما نفهم المسألة. إذا إحنا كنا عراقيين فعلاً فمن حقنا نستلم حصتنا من كما الآخرين. بالمقابل الحكومة الحق تستلم الواردات الاتحادية. المادة 111 من الدستور تقول النفط والغاز ملك للشعب في كافة محافظات. نحن نعرف واردات بيعنا للنفط والجمارك هي ملك الحكومة الاتحادية. لمعلوماتك سيد أحمد في كل مرة يذهب وفد عراق من كردستان إلى بغداد للتفاوض يحمل معه مع كرتونات من الأوراق وفي الميجا بايتات من الداتاس تتضمن كل الواردات النفطية وغير النفطية منذ 2014 إلى حد الفلس. ولكن بالمقابل هناك الأرقام ما كان يجب على بغداد أن تصرفها لنا. في كل شهر معدل تريليون دينار احسبها من 14 لحد الآن تقريبا 9-9. طيب دكتور حضرتك تفضل. هذا الفرق تم الاتفاق عليه. العفو تم الاتفاق على هذا الفرق أيضا. أنت تسميها سرقة. الحكومة العراقية تفهمت والسوداني نفسه صرح قال يجب أن نصفي هذا الموضوع. طيب دكتور بس أريد أقاطعك هنا بجزئية. اسمح لي دكتور إذا دقيقة واحدة. بداية الحديث عندما تفضلت وتناقشنا على قضية القصف كان الوصف بأن حكومة السوداني ضعيفة ولا تستطيع السيطرة على الميليشيات. لكن عندما نتحدث عن القضية المتعلقة باستحقاقات الأكراد نرى بأن الحكومة تتفاوض وتقرر. عجبا هل هذه كانت قرارات الحكومة في وقتها أو بصلاحيات للسوداني أم هناك طرف آخر لا يريد إعطاء الأكراد حقهم أو استحقاقاتهم وهو الذي يضغط. شكرا جزيلا. هذا اللي أنا أشرت إلى بسرعة قلت ما نحتاج إلى اتفاق. نتفاوض عندنا اتفاق. نحن نتفق مع الفنيين ومع المختصين في وزارة النفط ووزارة المالية ويصل الأمر إلى مجلس الوزراء وتقنيا وبيروقراطيا يتم الاتفاق. ولكن هذا الذي يحكم فعلا في العراق يمنع الجهات الرسمية يمنع وزيرة المالية يمنع رئاسة الوزراء يمنع حتى البرلمان من أن يقوم بواجب. جنابك صريح دكتور من هو هذا الطرف؟ الطرف واضح جدا قيادات الإطار الشيعي. واضح يعني ما لنا نحكي على الجن نحكي على بشر. هم اللي أتوا بهذه الحكومات الضعيفة هم اللي يسينون الحكومات هم اللي يقدرون في بلمحة بصر في البرلمان يسقطون هذه الحكومة وهم قادرون أيضا على إجبار الحكومة بأن حتى تصدر بيان معين أو تتخذ خطوة معينة لأن الحكومة ما لها أي سيطرة لا على القوى السياسية اللي مساهمة ولا على الوزراء الموجودين. هذول الوزراء اللي هم ولاءاتهم لأحزابهم. هذه الأحزاب هي ولا أهلي بعض منها ولا أهلي خارج العراق أيضا. هذا هو الوضع في العراق. سيد أحمد من ألمانيا طرح نقطة ذكر جزئية ربما ترتبط بهذا اللي تفضلت به الكلام أنه ربما هناك مساعي لتقوية السليمانية على حساب أربيل خاصة وأن السليمانية طرف يميل إلى إيران يميل إلى الإطار التنسيقي أكثر من ميله إلى أربيل. ما رأيك؟
شوف شوف، انا اقول لك، انا كعالم اختصاصي على المجتمع، على المجتمع السياسي، وخمسين سنة بالعمل السياسي اشتغل، اقر انطي اعترف بان هناك مشكلة كردية كردية. نحن في كردستان عندنا قديما، يعني اقرا كتب فروم برونسون، اقرا كتب الاخرى هشام صالح غيره، في كردستان هناك اتجاهان فكريان واضحان جدا، اتجاه يميل الى التعامل مع المركز ويعتبر ان خدمة المركز والتعاون معه هو خدمة لكردستان، اتجاه اخر يقود النقشبنديون يتصور بأن الواجب الأول هو خدمة الناس، وعلينا أن نضغط على الحكومات والابتعاد عن المركز بقدر ما ممكن. هذا ينعكس على تفكير الأشخاص وتفكير عام، وحتى في العقل الباطن ربما في منطقة أخرى أخرى. في السليمانية هناك تقريبا، لو تلاحظ زمن الحكومة العراقية، سعيد قزاز واحد من ابرز الساسه والساسه العراقيين كان من السليمانيه، احمد مختار اللي اصبح رئيس وزراء، وهو انا لا اتهمهم بعملاء ابدا، انا اقول هذول يمثلون النظره اللي تتصور ان التعاون مع المركز هو اللي يفيدنا. في السليمانيه في 1964 جلال طالباني ابراهيم احمد انشقوا عن البارزاني، وكانوا يصورون التعاون محمد سلاح بغداد هو اللي يفيد الكرد. في الان في السليمانيه يعني من زمان بدلوا الاشخاص ايضا، هذه العقليه موجوده هناك، وكانوا يضغطون علينا وهم مساهمين ويانا بالحكومه ايضا طبعا باكثر من وزنهم، لكن كانوا يضغطون انه نقترب من بغداد نسلمهم النفط خليهم يوزعون. اوكي الان النفط مسلميهم، كل شيء مسلميهم، يدفعون راتبنا. طيب شيء اخر هو البعد الجيوبوليتيكي في السليمانيه، يعني الاتحاد الوطني الله يساعده موجود على حدود طويله مع ايران، ايران تستخدم حزب العمال الكردستاني التركي للضغط عليهم، وهناك علاقات تعرف بالشرق الاوسط. انا استقوي بابن عمي على اخويا، وانا استقوي على الغريب على العشيره القريبه مني. هذه العقليه تتناقض المثل اللي يقول انا واخوي على ابن عمي، انا وابن خمي على الجيران. الواقع في الحياه العشائريه والتفكير العشائري اللي سائد هو في منطقه الشرق الاوسط هو العكس. انا لكي لا اكون ضعيف امام جماهيري ولا اعترف بالقوه البرلمانيه لفلان حزب، استقوي بالاخر اللي هو ممكن عدوي، هو يحرضني على اشياء اخرى. هذا هو الاطار العام اللي تجري فيه. طيب العمليه دكتور، اريد تبقى يمكن دقيقتين من الوقت او ثلاث دقائق، اريد اسال حضرتك على وزاره شؤون البيشمركة في كردستان، صرحت وقالت بانه لها الحق بالرد بالصوره اللي تراها مناسبه، الصوره اللازمه والمناسبه. هل نستشف من هذا التصريح تصعيد عسكري، تصعيد سياسي، اقتصادي؟ وزير البشمركة القيادي في الاتحاد الوطني، يعني صار لشان سنة ونص قاعد ببيت، الآن رجع. أنا شخصيا أنا كرجل عجوز أنصح الكل بأن يبتعدوا عن مثل هذه التصريحات. يعني المن ترد عليه على من، يعني تفتح جبهة قتال مع هذا، من الله يريدوها من عندك. لا أعتقد، أنا لا أعتقد حكومة الإقليم سياستها العامة هي محاولة التوصل إلى حلول، سياسة الإقليم هي محاولة احتواء الأزمات. إطلاق تصريحات مثل هذه أنا شخصيا لست معها، لذلك لا أريد أن أعلق عليها. طيب يعني معناها ما طبيعة الرد الكردي اللي راح يصير على الهجمات اللي صارت؟ ودكتور أنت تعرف هذه الهجمات لن تكون الأخيرة. يعني شوف انت لو تلاحظ الاخبار اليوم، فياض كان في زياره للرئيس مسعود البرزاني، البارحه كان عامري، قبلها كان رئيس مجلس الامن الوطني في العراق ووزير الداخليه الى اخره. انا اعتقد هذه هي الصوره اللي يرد عليها الاقليم، انه ما اعتقد هم جايين يسلمون او يتمتعون ببرد المصيف بالرباط. بالمناسبة هم جاءوا لنفس المكان اللي تم قصفه. أنا أعتقد بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في الحوار
إيصال الرسالة بصورة واضحة للناس اللي يجب أن تصل إليهم رسالة أحسن من أي تصريح يطلع بالإعلام. مسقط قدرنا، مصيرنا هو هذا، إحنا مو إحنا اختارينا، إحنا قدرنا أن نعيش مع هذا الإخوة، قدرنا أن نتحمل مع الأسف ما يفعلونه ضدنا، لكن يجب أن يعرف كل إنسان وزنه وقدرته وإمكانياته. نحن لدينا قيادة. هل تتعاملون بمبدأ للصبر حدود؟ لا، أنا ما أدري، الصبر حدود أغنية حلوة أنا أحبها بالحقيقة يعني. بس بالسياسة طبعاً ما أكون صبر حدود، السياسة أكون واقع أكون رياليتي. استمرار الاستفزازات والقصف والانتهاكات، هل ستسكتون عنها دائماً دكتور؟ لا، إحنا نتبع سياسة عقلانية، نوازن إمكانياتنا، نوازن الفرص يعني الاحتمالات، ونقوم بعمل اولا يظهر باننا لا نقبل بما يجد ضدنا، وفي الشيء الثاني لا نقوم بعمل يخرج مشاكل اكبر ويوجهنا الى مآسي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد السلام برواري، الاكاديمي والباحث السياسي، كنت معي في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، شكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعه، نلقاكم باذن الله في حلقه اخرى، الى اللقاء.